رحب كثيرا عبر خط الهاتف بالاستاذ مصطفى ابو العزايم رئيس تحرير صحيفه الاخبار. استاذ ابو العزايم مساء الخير. يا مرحبا عليكم السلام ورحمه الله تعالى، مرحبا بك وبضيفك الكريم. اهلا بك استاذ ابو العزايم. كيف تتابعون ما يدور الان من تفاوض بين المجلس العسكري الانتقالي وبين قوى اعلان الحريه والتغيير؟ الطرفان يبدو انهما يتفقان يوما ويختلفان يوما اخر. والله يا أخي أنا يعني لا أذيع سرنا، اليوم كنت مع عدد من تجمع المهنيين في لقاء بقيادات الإدارات الأهلية، ولجنة الإدارات الأهلية يعني طرحت نفسها كوسيط ما بين هو التجمع المهنيين وبين المجلس العسكري الانتقالي. أنا كنت حاضر مشارك فيه، وكان في تمثيل ممتاز وجيد للتجمع المهنيين، لكن التجمع المهنيين هو واحد فصيل من الفصائل المكونة لقوى الحرية والتغيير. والحرية والتغيير طبعا كما نعلم جميعا هي مكونة من عدد من القوى السياسية ومن الأحزاب ومن الحركات ومن يعني من 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 عدد من القوى. فيعني أنا عايز أقول إنه يصعب تماما اتفاق هذه القوى كثيرة مع بعض على البعض. هنالك خطوط عامة في اتفاق حولها، وبعد ذلك الناس لما تجي للتفاصيل بتحصل الخلافات. وعشان كده يمكن المجلس يقول لك اجتمع بجزء واجتمع وكان خطابه مخالف لما تم الاتفاق عليه من قبل. انا افتكر انه هذه هي فرصه الان للقوى التغيير، الحريه والتغيير، بانها توحد صفوفها، تكون على قلب رجل واحد. القضايا الخلافيه بالمناسبه ما كبيره. يعني يمكن مسألة الإسقاط النظام هو عليها كل الناس وتحرك فعلا سقط النظام. الثورة يعني يمكن بدأت عندها أسبابها وكان عندها نتائجها، لكن اللي هي تغيير النظام، لكن تغيير النظام برضو عنده مآلات، في مآلات ممكن تكون سلبية وممكن تكون إيجابية وممكن تكون كذا. الناس ما تداركت الأمور، يعني البلاد قد تنزلق إلى فوضى، والفوضى دائما تعقب الثورات. ويمكن خير مثال لذلك كما نقول دائما هو الثورات، الثورة الفرنسية التي استمرت الفوضى ما بعدها لمدة 10 سنوات، حتى بعد ذلك المسألة مشت في الطريق القويمة. الآن المسألة هنا مختلفة، ما بتستمر 10 سنوات، لكن نخشى أنه يعني بعض الثوار نفسهم قد يتضرروا. وفوضى الثورة الفرنسية هي جعلت الناس تتحدث عن أو جاءت منها المقولة الشهيرة جدا الثورات تأكل بنيها. أنا أفتكر الآن يعني الناس لابد أن تتدارك هذا الأمر بسرعة شديدة جدا. لابد من أن يتم فتح مسار القطار. يا أخواننا الآن نحن في جنوب دارفور مثلا، وفي نيالة بالتحديد كانت في مظاهرات وكان في احتجاجات، لأنه في أزمات وقود ومحروقات وأزمات بتاعت ذرة وكذا قمح يعني. أنا أفتكر الناس حقه لازم تفتح مسار السكة الحديد. ناس التجمع أنا قبل معاهم فبيقولوا هم أصلا ما كانوا راضين فتح المسار، قالوا اتفقوا أصلا مع السكة الحديد، مع إدارة السكة الحديد في أنها تطرق بموعد القطارات. السكة بالنسبة لهم بتكون مفتوحة، قالوا حتى كان المسألة دي منذ يوم 26 الماضي قبل أن يتدخل المجلس العسكري في هذا الأمر. طيب أستاذ أبو العزايم، يعني من يزور ساحة الاعتصام يلاحظ ظهور منصات تتحدث في مختلف الموضوعات ومحاولات استقطاب كبيرة لاستقطاب الشباب. يعني كما تعلم والكل يعلم أن يعني نسبة كبيرة من هؤلاء الشباب ليسوا منضوين تحت أحزاب سياسية معينة وليس لديهم الخبرة السياسية ولا الفكرة السياسية أصلا. برأيكم مثل هذه المنصات ومثل هذه الممارسات في موقع الاحتجاج ألا تهدد الثورة؟ ألا تهدد بتقسيم المحتجين أنفسهم؟ شوف، هي فرصة لابد أن تستغل من قبل الأحزاب، وإلا حتكون أحزاب ما بتعرف شغل سياسي. ده تجمع بتاع شباب، يعني الآن أنا أفتكر أنهم هم خامة طيبة جدا بعد أن نجحت الثورة لأن يكونوا إضافة حقيقية لأي حزب ولأي قوة سياسية أخرى. فلذلك أصبحت مثل سوق عكاظ السياسية بالنسبة لترويج البرامج السياسية. نعم، والشباب حقيقة جزء كبير جدا منهم ما مسيس، يعني خرجوا لقضاياهم الشخصية وخرجوا لقضاياهم المتصلة بواقعهم كشباب خريج، شباب لا يجد فرص عمل، شباب مضايق تمت مضايقته كثير جدا
حتى في سلوكه وفي تصرفاته وفي كذا. أنا أفتكر الشباب الذي خرج ضد الثورة، يعني الناس كانوا بتقول لك ثورة خبز، ما ثورة خبز، هي ثورة كرامة حقيقة، يعني ثورة كرامة. يعني الخبز يمكن كان سبب لما الناس طلعت في يعني فجر الأوضاع، لكن الشباب دين أنا أفتكر أنهم ما مسيسين. الأحزاب عليها أن تسعى يعني أن تستطيب، ودي بتدينا فرصة. الشباب ده واعي جدا، لا ينقاد لمجرد القيادة فقط، الشباب ديل أنا أفتكر إنه يعني يتبع البرامج. الحزب لو ما عنده برنامج قوي وبرنامج يعني يؤهله للقيادة، ما هيلقى فرصة وسط هؤلاء الشباب. طيب أستاذ محمد، اسمح لي فقط أخيرا، إذا كان هؤلاء الشباب حسب ما يتابع عنهم أو حسب ما يرد عنهم أنهم يرفضون أصلا فكرة الأحزاب ويرفضون أصلا فكرة الانتماء لحزب أو التحزب، كيف يمكن استقطابهم؟ والله يا أخي هم ما كلهم راضين، في جزء يعني يتبع لأحزاب. أنا أفتكر إنه في أحزاب كمان عندها يعني وجود وسط الشباب الكبير، زي حزب المؤتمر السوداني، زي يعني أفتكر ذا واحد من الأحزاب اللي نجحت فينا تستقطب لها عدد من الشباب في الفترة الماضية، بحيث إنه حزب حديث يقوم على برامج. هنالك أحزاب أخرى تسعى إلى استقطاب الشباب، بس إنه الناس ما تتفيس وما تتبع برنامج محدد، دي مسألة صعبة جدا في هذا العصر. وقصة إنه الناس تخليها يعني في حالة ثورة مستمرة، ده ما حيكون في برامج. يعني الدول لا تبنى بالشعارات ولا تبنى بالهتافات ولا تبنى بالأناشيد الحماسية والأغاني الوطنية كده، يعني تبنى بالبرامج مش كده، وتبنى بالاستقطاب الإيجابي. لذلك أنا أفتكر إنه مسألة الناس يقول لك والله الشباب ما مفروض يكون عندهم حزب، لا بالعكس، أنا أفتكر يكون عندهم برامج يلتفوا حولها، ما بضرورة تكون برامج حزب، لكن يكون عندهم برامج يلتفوا حولها. وأفتكر ده المفروض تمشي فيه الشباب الآن في هذا في هذه المرحلة. أشكرك جزيلا أستاذ مصطفى أبو العزيم، رئيس صحيفة الأخبار، على كل هذه القراءة وهذه المتابعة والإفادة.